البيانكو هو بيجي دايما من عند الجزار ملفوف بالخيط، بتغرزيه وتحطي بين الخيط ثوم وتحطي ملح وفلفل ان ايه نشوحه كده كويس قوي. انا بحمره كده مع جزره بقى وكرفس وورق لورا وكده كده، واخد ملح وفلفل وكل اللي انت حباه، وادي له كمان طماطمايه وشويه كرفس، ورق كرفس غير العيدان، ده كله يتقلب في بعض لحد ما ياخد اللون الحلو اللي معانا ده. هدي له شويه بهارات صغيرين كده مش هكتر، واروح مدياله شويه ميه واسيبه يستوي. بيستوي في وقت قد ايه؟ حسب الحجم، حسب الحجم بياخد التسويه. في عرق بياخد وقت كبير وفي ده عرق صغير مش هياخد وقت معانا ان شاء الله اهو، وده يركن على جنب ونسيبه يستوي براحته. نقول من الاول تاني، عرق التريبيانكو المقادير بتاعته، عرق التريبيانكو بصلايه جزرايه طماطميه كرفس ملح وفلفل وبهارات ورق لورا وحبهان وتوم. اديله صدمه الاول، بعد كده ياخد الخضار بتاعه ويتشوح كويس قوي مع بعض. لازم بقى يقعد يستوي كده براحته علشان خاطر يستوي من جوه، وبعد كده يتحط في التلاجه وبيتقطع بارد، نسيبه بقى يستوي.